المغرب، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين وقطر، من أبرز الدول العربية التي تعرض مواطنوها لخرق هواتفهم المحمولة والتجسس عليها من خلال نظام بيجاسوس، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية التي أوردت لائحة بأسماء المستهدفين بالتعاون مع المختبر الأمني التابع لها. وبيجاسوس هو نظام طورته شركة NSO الإسرائيلية وباعته لوكالات الاستخبارات الحكومية في مختلف أنحاء العالم. وقد كشف تحقيق استقصائي لتحالف من المؤسسات الإعلامية منها واشنطن بوست والجارديان ولوموند يحمل عنوان مشروع بيجاسوس وجود 37 محاولة اختراق ناجحة لهواتف ذكية تعود ملكيتها لصحفيين ونشطاء حقوقيين ومديرين تنفيذيين ومعارضين، إذ يكفي تثبيت البرنامج في الهواتف المحمولة التي تستعمل تطبيق واتساب وبمجرد اتصال هاتفي ودون الحاجة إلى الرد على المكالمة ينطلق عمل البرنامج في التجسس على ما يقوم به صاحب الهاتف والاطلاع على ملفاته وكل الصور والفيديوهات مع الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي يحتفظ بها في جهازه من ملفات وبيانات خصوصية، مخترقاً ميكروفون الهاتف والكاميرا. من جهتها ذكرت صحيفة الجارديان أن التحقيق يشير إلى استغلال واسع النطاق ومستمر لبرنامج بيجاسوس الذي تشدد NSO على أن الهدف منه هو كشف المجرمين والإرهابيين.